عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم ديالك؟ اسمي انا الميلودي مداد. سي ميلودي مرحبا بك معنا، اتصلتي بينا اليوم على قبل شكايه وداكشي اللي تعرضتي به ياك؟ اييه. عاود ليا شنو المشكل اللي تعرضتي ليه؟ تعرضت لي هاد الناس هادو مصاوب عندهم تصاور تما 8 شادين فيهم 400، ما خرجوش، ما عرفتهم واش داير. لا ما تذكرش لي اسماء، سي ماشي مشكل. داك هاد الدوسي ديال هذا اللي كيجمع فيه عباد الله، تا هو شاد مني انا 400 والمراه 400 وقايد النمرة ديال التليفون، تا هو ما خرجوش الان. ونهار الاثنين تما هاد لاكارت اللي درتي ديالها اش بغيت نعرفها؟ هاد لاكارت ديال التضامن، هذاك ديال التضامن هو باقي عنده كل شيء. انا مشيت عند واحد صاوب لي انا كل شيء، هذاك بقى عنده هو الان ما بغاش يعطيك. ما بغاش يعطيه لك لاكارت؟ انا قلع لي لاكارت ديالي انا وعطاني انا ديال المراه ملي مشيت نصور عنده لاكارت. امتى وقع هادشي؟ هذا وقع نهار الاثنين. نهار الاثنين، واخا نهار الاثنين اشنو وقع بالضبط؟ مشيت فاش قلتي لي بغيت الورقه ديالي؟ هذا صور لي الفوتوكوبي ديال نسيبي. اها. صوروا لي مره واحده. قلت لهم دي عندي جوج دريات. اها. خاصني جوج تصاور ديال الفوتوكوب. انا قال لي ما ربك يلا حي خرج تما تصاوب لك كاع. قلت له حتى نعد الشيطان وانت اش كدير؟ قال لك لا صافي هو شويه ويشدني انا من بيني وبين هذاك الحداد اللي داير هو ويضربني براسو. دار الله هذا العضو الجماعي. لا خو ديالي هذا اللي معاه. اي هكاك. ايوا دار دار الله. انا عندي مديره عدسه وحده، عين وحده ما كنتشوفش بها دقه وحده، عندي شي 2.5% انا في هذه العدسه كامل. قلتي ضربوك ولا شكون ضربك؟ ودي هو اللي طحني. دار الله عندي الكاسر ديال الموتور هو اللي لقى عليا انا الدقه. فين ضربك؟ وداك جا هو قلت لي شكون صاحبه؟ هو مول المكتبه. هو مول المكتبه وهو مول هو عضو جماعي. هو العضو ديال الجماعي. خليفه الرئيس. ايوا ملي دار تماك يا قال لي خليه ما بغاش يمشي، انا دوك نغوت لي عليهم. ما عرفتوش انا شي عصابه، ما عرفتش انا هادو اللي غوت عليهم هو. انا كاع ما تعرفوا لي علاش هذا اللي غادي يغوت عليهم، واش انا عاطيه فلوسي وباغي نصوب عدو ويكرفصوا فيا ويعايروا فيا؟ علاش انا هادشي ياك؟ هي في هاد المكتبة نشوفوها كانت قانونية خاصها تبقى، كانت ماشي قانونية خاصها تسد باش يدير لنا عصابة تما. أكثر من هذا أنت ما تمشيش تاخذ وثيقة ديالك ورقة ديالك اللي مخلص عليها، من حقك تاخذها. لا قال لك ما بقيتيش تصاوبت. ها هو اليوم وأنا جيت هنا بغيت تصاوب عند مراقية أمس لهيه، أنا اليوم صيفت قال لك ما نصاوبوش لك، أنا صاوبت تما في قيسر وقلي زيت في قيسر. دابا انت تابع الجماعه ديال بنياكرين؟ الجماعه ديال بنياكرين. وجيتي لقيسر باش تصور ورقه؟ هي باش صوبتها. هي ها هي تبان هي كامل. ها هي ماشي مزوره ولا ها هي تبان. ها مشيت عند هذاك الكاتب قال لي ودي غادير لي المحاكه معاهم. قلت له ودي انا ما نديرش لا محاكه لا والو، انا غنصاوب شغلي في قنت فرق وانت غتبقى عليا بالثقار. انتم مشرفين هذوك الثلاثه اللي الله يعمرها دار. وهذا اللي طلع لينا سيدي هذه 6 ايام راه داير فينا، حتى هو ما عرفتش باغي يعود، ما عرفت الله اعلم. اش درتي انت من بعد؟ درتي شي شكايه؟ انا مشيت عند وكيل المالي. درتي شي طبيه؟ درتي شكايه؟ اش درتي؟ هو عطاني لاكارت ديال المراه. باش يعطيني لاكارت ديالي عطاني لاكارت ديال المراه وديالي انا قلعوا شدوا هو تما. دابا؟ لا عقبت صيف جاو شي ناس دخلوا رديت لاكارت ديال المراه رجع ليا وانا راه عطاني لاكارت ديالي جابو ليا واحد. وشنو مشيت عند وكيل الملك درتي الشكايه؟ شنو درتي؟ انا مشيت عند وكيل الملك رانا درت الشكايه دوكا وباقي يلا درنا نهار درتها نهار اثنين ودفعتها نهار ثلاث. شنو بغيتي انت اليوم؟ شنو كطلب؟ وانا كنطلب انا حقي انا، واش عندي انا ذاك 71 سنه ويخرج لي واحد عنده 30 سنة هذا وقال لك ونخرج لك ثاني وضربك يتعدى عليك ويعيرك؟ تعدى عليا وهو يلا مدوز الحبس عاود ثاني. نعم. وسيدي الله يجازيكم بخير والله يخلصكم والله يقوي من مثالكم. هذا الشيء اللي وقع واش وقع غير معك انت ولا مع بزاف الناس؟ بزاف ديال الناس. كبير
القبيله كلها كتشكى وكلها مسافره، الا بغيتي تصوت صوت، وما كاينش شي بديل عندنا حنا تما والو. الراجل يلاه راك عارف الحاله دايره، يلاه عندنا باش نصوبوا الدراري للمدرسه، وحنا دابا عندنا الاهانه والعصا، وعاد صافي تنصاوب لك تما نصاوبش لك، هادشي هو اللي راه عاد واقع عندنا حنا تما. وهادشي شنو علاش، شنو هو السبب علاش ما يصاوبش لك؟ ما عرفتوش كيفاش. تعال خلاص، ولا دخلت في اطار ديال الانتخابات، ولا داخل في فاش الانتخابات مصوتين عليهم في الفلاحه، مصوتين عليهم في هاد القراويه. حنا الرئيس الاخر اللي كان عندنا حنا راه حنا كنا حنا راه عاوناهم عليه تحيدو، عاونتيهم عليه، واليوم هذا هو الجزاء. ايوا الخلاص اي داز هذاك الورش، قال لك عمي اللي هذاك اللي كانوا يخدموا في ديال اوراش، لا اوراش هذاك تما، قال لك ملي مشيت عندهم قال لك عندك 70 سنه عمي، قلت له يوم اللي كنت نجري معاك هاك الساعه كانت عندي 11 سنه ولا 12، قلت له الدري عندي انا عدوها 26 عام، تا هو ما يدخلش، ما دخلوني لا انا لا ولدي لا والو. واخا سولتك على مساله اخرى ديال سمعتها، هضره اخرى اللي كدور تما كاينه في منطقتكم ديال المروزيه، هذيك تما باعوها ولا الله اعلم، مصوتين عليهم الفلاحه ما عطاونا لا رويزه لا والو. رويزه ما خداوهاش الناس كاع والله اعلم. انا المهم احنا ما لحقتش عندنا، انت ما استفدتيش منها، ما لحقتش عندكم، ما استفدنا منها ما والو. لا اله شويه تقول شي كلمه للاخره، لمن باغي توجهها رسالتك؟ الرساله ديالي للاخره، الله ينصر جلاله الملك، والله ينصر هاد الحكومه اللي كاينه الجديده، وهاد الحكومه القديمه، الله ينصر الجميع، وهاد الناس اللي كتدخل في سبيل الله بحالك حتى هما الله يخلصهم. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا ليك، وحنا دائما دورنا كنتمناو دائما من جميع الجهات المعنيه باش تدخل على الخط وتعرف المشكل ديال هذا السيد هذا اللي وقع ليه مع هذا العضو الجماعي او النائب الاول ديال رئيس جماعه بني يقرين، اللي كما كيشاهد فينا الان وكيحكي لنا بفمه بانه تعرض عليه الضوء على قبل الضرب، وكذلك عيروه بكلام خيب، يعني ما على هادشي على حسب التصريحات ياك اشري. اييه شي كلام راه ما تقدش، انا ما تقدش تقولي قدام شي واحد، ما تقدش تقول هاد الهضره هادي. دري في عمره 30 عام كيتعدى على واحد في عمره 80 عام، راه ماشي منطقيه، ومعامن والمشكل مع واحد اللي هو عضو جماعي اللي كيمثل الساكنه، والمفروض خصو يكون معاهم جنبهم، ما خصوش يكون معاهم ضدهم. لهذا كنطلبوا من جميع الجهات المعنيه، من جميع الجهات المسؤوله، بتفتح تحقيق مباشر في هذا الملف هذا، وتعرف اشنو كاين فيه، اشنو كيروج فيه، وهذا السيد حتى هو ياخذ الحق ديالو. تحياتي لكم والى اللقاء. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.